لا هدوء يمنح الطمأنينة هنا ولا حتى مؤشرات لاستقرار نسبي في واقع اقتصادي مشبع بالكوارث، فلا تكاد تمر أزمة حتى تلوح في الأفق أخرى. إنه فضاء الاقتصاد اليمني المضطرب دوما وذو الأرقام القياسية في تحقيق الأزمات والواقع بين فك ظلم القرارات وتهاون الحكومة الشرعية وتلاعب تجار الصرافة. القرارات الأخيرة هي بتنعكس على المواطن بشكل كبير، وهو اللي بيتحمل يعني التكلفة الباهظة. أزمات اقتصادية متتالية تحط على كاهل المواطن اليمني المنهك أصلاً من حرب خلفت الجوع والأوبئة قد لا يكون آخرها ارتفاع سعر الحوالات الداخلية في محلات الصرافة بنسبة بلغت 8% من قيمة الحوالة. طبعاً فوارق أسعار العملات ما بين صنعاء وعدن عملت إشكالية في ارتفاع عمولات الحوالات. وصلت تكلفات المليون عمولة الحوالات من عدن إلى صنعاء إلى 60,000. سخط شعبي واسع واستياء كبير يبديه المواطنون تجاه محلات الصرافة وضد قرار الحوثيين الذي قضى بمنع التداول بالعملة الجديدة وإحلال العملة القديمة عوضا عنها في مناطق سيطرتها، وهو ما ساهم في خلق أزمة أنهكت المواطنين كثيرا ما اضطرهم إلى تحمل خسائر مالية جراء استقطاع مبالغ مرتفعة من حوالاتهم، خصوصا أن غالبيتهم هنا يرتكز اقتصادهم على الحوالات الواردة عبر محلات الصرافة. نعاني من الأعباء المترتبة على هذه الزيادة في أسعار الحوالات. ضربات متتالية يتلقاها الاقتصاد اليمني نتيجة القرارات السياسية والاقتصادية غير المدروسة التي أطلقها الحوثيون والشرعية على حد سواء، قد تتسبب بانهيار وشيك لما تبقى من العملة النقدية الوطنية. لا استراحة ينعم بها المواطن اليمني ولو لفترة وجيزة أمام تسارع عجلة الأزمات الاقتصادية المستمرة والتي تعدت طور السكان هنا بمراحل وسنوات ضوئية. مها علي، قناة بلقيس، تعز.